الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم. اتفاقيات أمنية أمريكية سعودية قريبة، وحماس تقول إن الأردن وجهتها القادمة إذا غادرت قطر، والخارجية المصرية متفائلة بشأن الهدنة بين إسرائيل وحماس. أهلا بكم. التصعيد في منطقة الشرق الأوسط عموما وقطاع غزة على وجه الخصوص، إلى أين تتجه قيادات حركة حماس؟ الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن استهداف سفن الشحن في البحر الأحمر يؤثر على الاقتصاد العالمي. أحييكم من جديد. إذن التصعيد بالبحر الأحمر لا يزال مستمرا، وبهذا نأتي إلى نهاية الخامسة. أشكر طيب متابعتكم وألقاكم غدا في نفس الموعد.